بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، نتابع بحول الله وقوته هذه المحاضرات التي نتناول من خلالها بعضا من هذا الفيض المنير في سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق مع الفصل الثاني من الباب الأول الذي يتعلق بفقه السيرة النبوية وحل المشكلات، وبينا جهة تصرف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حتى يكون لدينا الفهم العميق لما يصدر عن سيدنا رسول الله باعتباره مبلغا، باعتبار الفتية، باعتبار القضاء والحكم، باعتبار الإمارة إلى غير ذلك، وضربنا أمثلة لكل هذه التصرفات. ثم انطلقنا إلى المشكلة الأولى، وهي المشكلة الاقتصادية، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا أن المقومات الأساسية للاقتصاد إنما تكون في الزراعة والتجارة والصناعة، كيف نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وكيف وجه الأمة والصحابة إلى تعلم المهن والصناعات والحرف، وكيف وضع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الكثير من الحلول التي تتعلق بالمشكلة الاقتصادية والتي تكون كعلاج لها. ثم انطلقنا إلى إنشاء سوق للمسلمين حين علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذي يعني يمتلك هذا الأمر هو اليهود، فأمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بإقامة سوق للمسلمين يعالجون فيه عملية البيع والشراء، ووضع الضوابط والقيم الأخلاقية التي تكون في عمليتي البيع والشراء، والتي تقوم على العدل وعدم الظلم. ثم انطلقنا بعد ذلك إلى بيان تأسيس سوق المسلمين، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد من خلال هذا التوجيه أن يحافظ على حماية المستهلك وأن يحافظ على الأمن الغذائي. ثم انطلقنا إلى حماية المستهلك، وقلنا إن حمايته تكون من خلال مسارين: حماية المستهلك في نفسه وفي ذاته، وحماية المستهلك مما يقابله من المنتج. يعني حماية المستهلك في نفسه يكون من خلال أن يتحلى بقيم الترشيد، بمعنى أن يأتي بما يكفل له حاجياته وأن يضمن له الحياة الهادئة المستقرة دون إسراف أو ما هو فوق الحاجة. واستدللنا على ذلك بقوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وبمزيد من النصوص النبوية المشرفة. ثم بعد ذلك بينا أن حماية المستهلك أيضا إنما تكون بزيادة الإنتاج، ذلك لأن المستهلك إن لم يجد المنتج الذي يقابل حاجياته ويوفر له ما يريد، فمعنى ذلك أنه سوف يذهب إلى الاستيراد ويدفع المبالغ الباهظة للحصول على هذه الحاجيات. انطلقنا بعد ذلك المسار الثاني، وهو ما يتعلق بالمنتج في ذاته، وقلنا لا بد أن يتسم هذا المنتج بالجودة وإنجاز الأعمال، وأن يكون صاحب المهنة أو الحرفة أو الصنعة متسما بقيم الصدق والأمانة، وألا يكتم عيبا. وذكرنا هذا الكلام الرصين الذي ذكر لسيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه حين قيل له: ما سبب كثرة مالك؟ قال: ما كتمت عيبا ولا رددت ربحا. اليوم إن شاء الله عز وجل ننطلق إلى الأمر الثاني الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحفاظ على الأمن الغذائي. بمجرد أن نقول الأمن الغذائي فإن الذهن يذهب مباشرة في استدعاء مجموعة من المفاهيم والتصورات التي تتعلق بالأمن الغذائي. الأمن الغذائي لا يتحقق إلا بمجموعة من المراحل التي لا بد منها متعاونة. فالأمن الغذائي إنتاج وتصنيع وتخزين وتوزيع وإعداد، وذلك حتى يكون الغذاء آمنا موثوقا به، صحيا ملائما للمستهلك، الأمر الذي يستدعي تربية الضمير وقيمة الإتقان. من أهم الوسائل التي لا غنى للناس عنها في تحقيق مطالبهم وفي تحصين معايشهم
ما يتعلق بالأرزاق، ونحن نعلم أن الرزق يعني من الأسباب الرئيسة الرصينة لمقومات الأمن في أي مجتمع، في أي وطن، في أي دولة. ويكفي أن نذكر دعاء سيدنا إبراهيم الخليل: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، يعني دعا بالأمن وبالرزق. فالرزق دائما هو من الأمور الرئيسة الرصينة التي تضمن حياة هادئة طيبة مستقرة لأي وطن ولأي دولة. فالأمن الغذائي لا غنى للناس عنه، وما يتعلق بالأرزاق من حيث وفرة السلع الغذائية التي تؤمن احتياجات الناس هو ما نطلق عليه الأمن الغذائي. يعني الأمن الغذائي كده بطريقة سهلة كل ما يتعلق بأرزاق الناس من حيث وفرة السلع الغذائية التي تؤمن احتياجات الناس وتؤمن احتياجات المستهلكين وتحقق لهم السلام من الآفات التي يتعرضون لها، سواء كان ذلك من جدب أو مجاعة وغير ذلك. إذن هذا الأمن الغذائي هو في ذاته وقاية للدين والنفس والنسل والعرض والمال، وهو أيضا باب من أبواب التعاون بين الناس. لأن احنا قلنا من شوية إن الأمن الغذائي يجب أن يتوافر فيه الإنتاج والتصنيع والتخزين والتوزيع والإعداد، فهو له مراحل متعاونة. فالأمن الغذائي يعني من أهم أبواب التعاون بين الناس وتحقيق الأمن الغذائي لأفراد المجتمع. لأجل ذلك كان صلى الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص على ضمان الأمن الغذائي وحفظه، من حيث القدرة على إنتاج الغذاء بما يكفي حاجة المجتمع، من حيث المرتكزات الرئيسة التي تضمن هذا الأمن الغذائي لأفراد المجتمع: وفرة السلع مع الإتقان وعدم الغش، عدم التلاعب بأقوات الناس. طيب، حتى يتحقق الأمن الغذائي ماذا فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قاوم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الاحتكار والاستغلال، لأن المحتكر بنى كسبه الوفير على شقاء طبقة عريضة من الناس. المحتكر هذا كأنه تدخل في حركة السوق، السوق له حركة، يعني حسب الطلب والعرض والطلب ماشي، فهناك أسعار متفق عليها، هناك ربح متفق عليه. لكن هذا المحتكر يعني كأنه تدخل في حركة السوق فأخرجها عن سياقها الطبيعي، وبنى كسبه على شقاء طبقة عريضة من الناس، لأنهم لم يستطعوا بعد ذلك أن يأتوا بمتطلبات حياتهم وبحاجياتهم الضرورية. لأجل هذا المحتكر الذي يعني احتكر السلع الغذائية بقصد رفع أسعارها ظلما وعدوانا. لذلك الاحتكار جريمة لا تقل عن سائر الجرائم كالسرقة وغيرها، لأن المحتكر هذا يعني أصاب دخل الفرد فقلله عندما احتكر السلع بسعر أو بأسعار عالية. الاحتكار حرمه الإسلام لأنه بعبارة دقيقة هو دمار للمجتمع، هو حرمان قطاع عريض من الناس عن حاجيتهم، هو يكون سببا في انتشار الفساد والجرائم، جمع المال على شقاء الآخرين. ومن ثم وجدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحتكر إلا خاطئ، كما أخرج ذلك الإمام مسلم. البائع بقى الذي يبيع سلعته بسعر يومه، هذا بائع لم يحتكر شيئا، لم يكن كسبه للمال الوفير على مشقة غيره، لم يقلل ما دخل الفرد، لم يكن سببا في شقائي وفي عدم يعني الحصول على متطلباتي. لا، البائع الذي يبيع سلعته بسعر يومه وبحسب حركة السوق الطبيعية لم يتدخل فيها، لم يحتكر شيئا، هذا هو العمل الصالح الذي حث عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وهذه أسمى وأشرف رفقة، لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن هذا البائع الذي لم يتدخل في حركة السوق، هذا البائع الذي باع سلعته بسعر يومه، هذا البائع الذي لم يحتكر،
هذا البائع الذي لم يبني كسبه على مشقة الآخرين، إذن هذا هو عمل صالح، ويدخل في هذا الحديث التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. إذن الأمن الغذائي فيه التعاون وفيه التكامل وضمان الاستقرار وغير ذلك. من أسباب تحقيق الأمن الغذائي عدم الغش، أو محاربة الغش، محاربة الشره، لأن الغش بلا شك هو خلق قبيح، بل أقول هو جريمة في حق المجتمع كله، لأننا بنظرة عميقة في باب الغش وبصوره المختلفة والمتعددة سنجد أنه قد اجتمعت فيه مجموعة من الأخلاق المذمومة التي نهى عنها الإسلام وحذر منها، لأن في الغش الخداع، في الغش الكذب، في الغش التحايل، في الغش التدليس، في الغش الظلم للنفس وللغير، في الغش الخيانة، في الغش التزوير، في الغش ضياع الحقوق، في الغش الشره الطمع، في الغش المكر الكسب غير المشروع، في الغش الاعتداء على مال الغير، في الغش أكل المال بغير حق. إذا لك أن تتخيل الغش وما يتضمنه من أخلاق مذمومة. من تحقيق الأمن الغذائي، من أسباب تحقيق الأمن الغذائي، محاربة الغش والشره. ولنا أن نتخيل هنا ما يتقلب فيه هذا الغاش بسبب غشه من أخلاق مذمومة، تقضي بأنه يتقلب في الكثير من الذنوب والسيئات والآثام. ولا شك أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كل ذلك واقعا عمليا. الله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالله لا يريد منا أن نقيم بعض أوامره وأن نترك بعضها، ولأجل ذلك نبهنا رسولنا صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. فهذا نص صريح واضح في أن الغاش يتقلب في خلق ليس من أخلاق الإسلام، وليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على طريقته ومنهجه. ولذلك أدعوكم إلى قراءة هذه الأحاديث حين قال صلى الله عليه وسلم، لا سيما حين يبين الأخلاق في سائر المعاملات والعبادات، وهذا الربط العجيب بين العقيدة وبين الأخلاق، فيقول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى ورغى وزعم أنه مسلم، من إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أننا نأتي يوم القيامة ونسأل عن أمور، منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ومنها وعن عمره فيما أفناه. فكيف هو الحال إذن وقد وجدنا إنسانا أفنى عمره في جمع ماله بطريق الخش والخداع والجشع والاحتكار، وكيف هي إجابته بين يدي ربه سبحانه وتعالى؟ إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحافظ على الأمن الغذائي ويدعونا ويحثنا على ذلك، يريد من خلال ذلك كله أن تتلبس الأمة فيما يتعلق بالأمن الغذائي بحال شريف يقوم على تنمية الرقابة الذاتية للإنسان وتنمية الضمير، وأن نلتزم أخلاق العفة والأمانة والاستقامة والعدل والحق والصدق والمراقبة. إذا حقق الإنسان هذه الأخلاق في نفسه انعكست على غيره، ومن ثم تنعكس على المجتمع بأسره، فنصبح في مجتمع نقي تقي مترابط زكي النفس طاهر لا يتصور الظلم بين أعضائه. من الأسباب أيضا الآكدة في تحقيق الأمن الغذائي لسائر أفراد المجتمع تحقيق التكافل الاجتماعي والتراحم لتوفير الغذاء لغير القادرين، وهذا له طرق كثيرة، يعني منها أداء الزكاة والصدقات. معلوم أن الزكاة الأصل فيها أنها عون للفقراء والمحتاجين، تساعدهم على ظروف الحياة المعيشية، تحمي المجتمع من الفقر، كما أنه بالزكاة والتكافل نسهم في حماية الدولة من الإرهاق والضعف، لأن عدم إخراج الزكاة سبب أصيل من أسباب الغلاء وعدم تحقيق الأمن الغذائي لكل أفراد المجتمع، بل قد تسبب أحيانا العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع لغياب قيمة التكافل فيما بينهم من خلال فريضة الزكاة. فإخراج الزكاة سبب للبركة
وسبب لسيادة الألفة والمودة والمحبة بين أفراد الأمة، وهذا ما كان يحرص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع الزكاة العبادة المادية وهي الصدقة، وصناعة المعروف، صناعة المعروف تقي مصارع السوء، داووا مرضاكم بالصدقة، يعني صاحب الصدقة دائما الذي يؤسس لقيم التكافل والتراحم والتعاون، والذي يكون سببا في أن يجلب حاجيات مثلا أرملة أو يتيم أو فقير أو محتاج أو مسكين أو مريض أو غير قادر أو غير مستطيع، أو أن يسد دينا عن معسر إلى غير ذلك من الأمور، هذا من باب صناعة المعروف. من الأمور أيضا التي من خلالها نحقق الأمن الغذائي المساهمة الفاعلة من القادرين، وتفعيل دورهم الاجتماعي بتقديم تجاربهم واقتراحاتهم لمساعدة ودعم غير القادرين. ولأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. هذه كانت مشكلة الاقتصاد أو الاقتصادية وإقامة سوق المسلمين، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يحفظ المستهلك بحمايته، وأن يحفظ المنتج الذي سيحصل عليه، وأن يحقق الأمن الغذائي. تعالوا ننتقل إلى مشكلة أخرى، وهي مشكلة الفساد الأخلاقي في المجتمع. دعونا ننظر إلى أجناس الكون. نحن إذا نظرنا بعمق في أجناس الوجود المنظور، الإنسان، الحيوان، النبات، الجماد، وهي كذا مرتبة: الإنسان سيد أعلى في هذا الوجود، والجماد أدنى أجناس الوجود. أجناس الوجود غير الإنسان، وهي الحيوان والنبات والجماد، سخرها الله للإنسان، فالإنسان سيدها، وهي لا تتأبى على الإنسان لأنه سيدها. كما أن هذه أجناس الحيوان والنبات والجماد كل منها لها مهمة، وهذه المهمة يقوم بها سواء وصل العقل البشري إليها أم لم يصل. السؤال هنا: إذا كان الإنسان سيدا لهذه الأجناس، وإذا كانت هذه الأجناس مسخرة للإنسان ولا تتأبى عليه ولها مهمة تقوم بها، فمن هو سيد الإنسان وما المهمة التي على الإنسان أن يقوم بها؟ للإجابة على هذا السؤال لا بد وأن يكون للإنسان سيد يتناسب مع سيادته هو في هذا الكون. وسيد الإنسان هو من وهبه السيادة، سيد الإنسان هو من سخر له أجناس الكون، سيد الإنسان هو من خلق الإنسان، هو الله عز وجل. هناك سيد في الوجود وهناك سيد للوجود. سيد في الوجود هو الإنسان، والذي وهبه السيادة هو الله. أما سيد للوجود هو خالق الوجود وهو الله سبحانه وتعالى. إذن لا بد وأن يبحث الإنسان عن سيد يتناسب مع سيادته هو في هذا الكون، وسيد الإنسان هو الله عز وجل. طيب، أجناس الوجود لها مهمة تقوم بها، ما هي مهمة الإنسان؟ إذا سألت إنسانا عن هذه المهمة ربما تجده يعني يضيق هذه المهمة في شيء واحد، فيقول لك: المهمة من خلق الإنسان هي العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نقول: إن المهمة التي أوكلها الله للإنسان والغاية من وجود هذا الإنسان إنما هي في مقاصد ثلاثة، وهي ما نسميها بالمقاصد العليا للمكلف. المكلف هو الله، والمكلف هو الإنسان. ما هي هذه المقاصد الثلاثة؟ ما هي هذه الغايات الثلاثة؟ ما هي المهمة التي تتضمن أمورا ثلاثة؟ العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العمارة، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. التزكية بالأخلاق الحسنة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن ما هي المهمة التي أوكلها الله للإنسان؟ ما هي الغاية من وجود الإنسان؟ ليست العبادة وفقط، بل العبادة، العمارة، التزكية بالأخلاق الحسنة. العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وليست العبادة منحصرة أيضا أو في جانب الشعائر وفقط، الصلاة والصيام والزكاة والحج، لا، بل هناك عبادات بدنية، هناك عبادات لسانية، هناك عبادات قلبية، هناك عبادات مادية، وهكذا. العبادات المادية كالصدقة وليس الزكاة، الزكاة من الشعائر.
العبادات اللسانية كصلح بين متخاصمين بكلمة طيبة، كقراءة القرآن، الدعاء، الذكر، وهكذا، التوجيه الرشيد. هناك عبادات بدنية كأن تستثمر هذه الجوارح في كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى يعني أدنى هذه العبادات التبتسمة، فقه الابتسامة، ثقافة الابتسامة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلك أخاك بوجه طلق، يعني ابتسامة الوجه، تعبير يدل على الصفاء والنقاء وحب الخير للغير إلى ذلك. هناك عبادات قلبية، التوكل على الله، حسن الأخذ بالأسباب، اليقين، الثقة، وهكذا. هناك إذن العبادات متنوعة وليست شعائرية فقط، هناك عبادات تعاملية، أن تكون أمينا، متواضعا، رفيقا، هينا، لينا، سهلا، قريبا، وهكذا. العمارة هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وحتى نستطيع أن نعمر الكون علينا أن نستخرج معايشها، وحتى نستطيع أن نفعل ذلك لابد من تعلم المهن والصناعات والحرف، وأن نتحلى فيما بيننا بقيم التعاون والتكامل والتراحم والتكاتف والتكامل، حتى نستطيع عمران الأرض ونستطيع صناعة الحضارة. أما المهمة الثالثة وهي الأخلاق، حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار عنوانا للرسالة اختار الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية لأتمم مكارم الأخلاق، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الناس في ميزان يوم القيامة، يعني أثقل ما يوزن في الموازين يوم القيامة، الأخلاق الحسنة. وبين صلى الله عليه وسلم أن أحب الناس إلي وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا. إذن فبناء الأمم يرتبط ارتباطا وثيقا بالبناء الأخلاقي، انهيار الأمم يرتبط ارتباطا وثيقا بالانهيار الأخلاقي. مشكلة الفساد الأخلاقي عالجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بترسيخ القيم والأخلاق الإسلامية، عالجها النبي صلى الله عليه وسلم. نجد مثلا في القرآن الكريم وما أرسلناك إلا كافة للناس، كلمة كافة من معانيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليمنع انهيارنا ووقوعنا في التهلكة والمفاسد. ولذلك إذا افترضنا مثلا أن هناك إنسانا اشترى جلبابا جديدة، ثم إنه لما ارتدى هذا الجلباب كان طويلا، فإذا مشى به في الأرض أصبح هذا الثياب يجر معه القاذورات وشرور الأرض، تجده يذهب إلى صاحب الملابس ويقول له كفف لي هذا الثوب اللي احنا بنسميه اتنيل التوب ده، تمام، تاني التوب ده معناه تكفيف الثوب. فلما كفف الثوب ولبث هذا الثياب ومشى به أصبح لا يجر معه القاذورات وشرور الأرض، فكأنه كفه عن أن يجر هذه القاذورات. لو أسقطنا هذا المعنى وهو من المعاني التي قالها بعض المفسرين وما أرسلناك إلا كافة، فكأن رسول الله جاءنا ليكف انهيارنا عن الوقوع في المفاسد والشرور وغير ذلك مما شبه. إذن يكون ذلك من خلال الترسيخ لقيم الأخلاق، فجاءنا صلى الله عليه وسلم لنعيش مادية الحياة أو مادية الأرض بقيم السماء، لننتقل من طبائع الأرض وعادات الأرض إلى طبائع وعادات السماء. ومن هنا كان فقه التربية الراشدة على الأخلاق الفاضلة، فكما أن هذا الجسد يطلب له ما يقومه، كذلك الروح يطلب لها الغذاء الذي يسمو بها إلى هذه القيم الأصيلة. ولأجل ذلك كان الهدف الأسمى أن يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا، وأن يصوغ ضمائر، وأن يبني أمة، وأن يقيم مجتمعا فاضلا، وقد تحقق ذلك بالفعل. القاضي في زمانه في عصر صدر الإسلام مثلا كان يجلس في بيته أشهرا كثيرة، وقد يصل إلى ما يقرب من سنتين لا يتخاصم إليه أحد. لماذا يتخاصمون وبين أيديهم القرآن الكريم؟ ولماذا يختلفون وهم يحبون للآخرين ما يحبون لأنفسهم؟ ولماذا يتباغضون والإسلام يأمرهم بالمحبة ويحضهم على التعاطف والإيثار؟ فالمبادئ والمنهج لا يعمل كل منهما وحده، ولا يعيش إلا أن يكون سلوكا وتطبيقا. ولذلك نسمع كلام السيدة عائشة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حين كانت تقول كان خلقه القرآن، أي كان خير مطبق لآيات القرآن الكريم، كان خير مترجم لآيات القرآن الكريم. إذن أنت أيها الإنسان لكل صنعة صانع، وصاحب الصنعة هو وحده الذي يدرك كيفية تشغيلها وكيفية إصلاحها إن فسدت.
أنت أيها الإنسان صنعة من؟ صنعة الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقك وركبك في هذه الصورة. إذن تأخذ تعليمات الصنعة من من؟ من صانعك وهو الله. تعليمات الصنعة مجموعة من الأوامر والنواهي، إذا التزمت الأوامر واكتنبت النواهي، هذه الأوامر والنواهي ليست تقييدا لحركة الإنسان وليست تضييقا على الإنسان، بل هي قوانين لصيانة الإنسان في الدنيا ومن ثم صيانته في الآخرة، قوانين يصنع بها جمالا في الدنيا لينتظره الجمال في الآخرة. فرسخ النبي صلى الله عليه وسلم هذه القيم الأخلاقية من خلال التربية الراشدة للأمة جميعا، وأكد فيها على أن بناء الأمة يرتبط بالبناء الأخلاقي. نقف هنا ونكمل في المحاضرة القادمة مع النظام الاجتماعي للدولة في عهد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه، اللهم رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.